افتتح رئيس الوزراء إبراهيم محلب المرحلة الأولى من مشروع النقل الجماعي السياحي المميز بالقاهرة الكبرى. وخلال المؤتمر الصحفي قال وزير السياحة هشام زعزوع إن هناك أعدادا كبيرة من أوتوبيسات السياحة لابد من استغلالها لحين عودة معدلات السياحة لطبيعتها، وأوضح أن الخدمة ستنطلق من المدن الجديدة في التجمع الخامس والشروق والعبور، مشيرا إلى أن تذكرة الرحلة تبلغ 10 جنيهات. ضخم من الاتوبيسات السياحيه المميزه في قطاع السياحه نتيجه انحسار الحركه الفتره اللي فاتت، ان شاء الله الفتره الجايه تبقى افضل سياحيا، ان احنا ممكن نستفيد بيها في حل مشكله المرور وبالذات في القاهره الكبرى. النهارده بعد ما كلفنا مصر السياحه اتفقنا على انه عدد الاتوبيسات حسب مراحل الذروه في خلال اليوم او اوقات الذروه خلال اليوم بنستخدم رجع وحياتك الشريحة اللي قبليها بنرجع بنستخدم أوتوبيسات ساعة من 9 لـ49، يعني عندنا مرونة الأوقات اللي احنا مش مستخدمين فيها مفيش ضغط بنستخدم أوتوبيسات أقل. عشان أنا بقول هذا الكلام عشان الإعلام يبقى عارف مش شكل الأوتوبيس هو الكبير 50 راكب بس، يعني ممكن خلال في أجزاء في اليوم أو آخر اليوم أو أول يوم بدري الساعة 6 الصبح ممكن يكون الضغط أقل بنستخدم، او في نص اليوم بنستخدم احجام اتوبيسات، ودي الميزه اللي موجوده عندنا في شركه مصر السياحه.